السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شاف خوخة. فيديو اليوم عن مخ الخروف وكيفية طهيه بالطريقة الصحيحة والصحية. والمشاع أنه أغلب النساء يقومون بقليه مباشرة، ولكن طريقة اليوم مغايرة جدا، وستتحصلين على أروع وألذ مخ لم تذوقينه من قبل، فتابعي الوصفة. وضع المخ مباشرة في المقلاة وهو نيئ خاطئة، طريقة خاطئة 100% وليست صحية. وهنا سأريك الطريقة الصحيحة التي تقومين بتحضيرها. أول حاجة، تجيبي معك كاسرول فيها ماء يكون ساخن، وتضعين عليها حبة بصلة مقطعة إلى قطع صغيرة بهذا الشكل، وملعقة كبيرة من الخل، وملعقة صغيرة من الملح. وللإضافة يمكنك زيادة كذلك أوراق الرند، أي ورق الغار، أو والفلفل الأسود، ويستحسن أن يكون الفلفل الأسود يعني حبيبات غير مطحون. وتضعينه على النار هادئة لمدة 5 دقائق، لا تتجاوز 5 دقائق، ثم إخراجه من الماء الساخن مباشرة إلى الماء البارد. يتحصل على الصدمة يعني، ويتماسك ولا يتفتت معك أبدا، يبقى كما هو، وبالعكس يحافظ على حجمه الطبيعي ولا ينقص في الحجم بهذا الشكل، وإخراجه مباشرة من الماء بعد وضعه بهذا الشكل. ثم نجهز المقلاة، أضع قليلا من الزيت، يسخن معي، ثم أضيف صلصة الطماطم، وضعت فيها الملح والفلفل الأسود، وكذلك طي من الثوم غبرة، نخليها تطيب في خاطرها. أقوم بتقطيع المخ إلى قطع صغيرة، وأجهز البيض، بعد غليان طماطم أضع المخ مع الطماطم بهذا الشكل، وأحرك جيدا، وصفة صحية 100% وينصح بها كذلك خبراء يعني الصحة، لأنه مفيد جدا. وعند غليانه فهو سيزداد حجمه. والآن سأضيف البيض، أضيف 3 حبات بيض بهذا الشكل في المقلاة مع صلصة الطماطم والمخ وقليل من الملح. وكإضافة يمكن زيادة الفلفل الأحمر الأحار، أنت وما تشتهين، المهم أنك تتبعين الخطوات التي قلت لك سابقا عليها بطريقة طهي المخ. وأنصحك بعدم إكثار التوابل في هذه الوصفة لمحافظة على الذوق الأصلي للمخ مع البيض والطماطم، ويطلع ويخرج ولا أروع. فهذه هي نصيحة. وإذا حبيت تضيفي كذلك الفلفل الحار فهذا يعطي نكهة كذلك رائعة للوصفة وللمخ. قم بخلط الجميع مكونات فيما بعضهم البعض بهذا الشكل، وتكون عندي الوصفة جاهزة، سريعة وخفيفة ظريف وبنينة كذلك. جربي هذه الوصفة وما راحش تندمي أكيد، وتردي عليا في التعليق وتقولي لي شكرا، ربي يحفظك على هذه الوصفة. فاحنا كما نعرفو أغلب الناس ما يفيدوش، ولكن جربي هذه الوصفة مادام عندك المخ وردي عليا. فهنا صار جاهز معي الطبق، ونقول لكم بصحتكم وراحتكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. شوفوا المخ هنايا، مخ خروف صغير بزاف، ولكن الله يبارك قطع لي كميه مليحه.
وفي فيديو سابق كنت حضرت معكم وصفة المخ الخروف وكيفية طهيه بهذا الشكل، فسأضعه في آخر الفيديو على شاشة النهاية. لمزيد من التفاصيل ادخلوا هذا الفيديو وشاهد. أوكي، ربي يحفظكم إن شاء الله. أتمنى تكون عجبتكم وكون خفف على قلوبكم، وأكيد هذه القناة لصالحكم، فديروا النجام وبرتاجي واشترك في القناة وفعلوا الجرس، فعلوا الجرس لا تنسوا. يلا باي باي وتهلا في روحكم.